عاملين ايه؟ برضو لسه قاعدة عمالة بجمع التعليقات اللي جت، وبحاول ان انا اعمل ثيمز بتجمع نوعية الاسئلة. ومن الثيمز اللي طلعت لما شفت التعليقات وشفت الاسئلة، انا حتى كمان شفت الحاجات القديمة، كان في اسئلة او تعليقات تخص الثقة بالنفس. وانا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، ازاي نبني ثقة بالنفس، ازاي نبني كاريزما، يعني باكتر من شكل وباكتر من طريقة، ويعني وكان في معلومات كتير قوي قوي كويسة. لكن لسه برضو في ناس حاسين ان ثقتهم في انفسهم متزعزعة. فحاولت اجمع، وطبعا رجعت كل الكلام اللي انا قلته قبل كده، وحاولت احط نقاط جديدة. انا هحط لكم في الديسكريبشن بوكس الفيديوهات اللي انا عملتها عن موضوع الثقة بالنفس، لان اعتقد ان هيبقى مفيد قوي لو سمعتوا الفيديوهات دي، على اساس ان انتوا تكملوا صورة كاملة للموضوع الحساس ده، وتشوفوا ايه اللي ناقصكم وتكملوه. النهاردة انا هتكلم عن 8 نقاط او 8 حاجات هي اللي بتساهم في ثقتنا في انفسنا. بس قبل ما ابتدي في النقاط دي واحدة واحدة، عايزة اقول ان احنا مش بنتولد عندنا ثقة في النفس. الثقة في النفس يمكن الناس بتفتكر ان عكسها هو الخوف، وبرضو احنا مش بنتولد بخوف. احنا لما بنتولد بنوعين اتنين بس من الخوف: خوف من السقوط، او خوف من الاصوات العالية. وربنا سبحانه وتعالى زرع نوعين الخوف دول في قلوبنا من واحنا اطفال صغيرين. بنتولد فعلا بهذين النوعين من الخوف، لان دول اللي فيهم تهديد مباشر على حياتنا. احنا كبشر ما بنعرفش نقع، ما بنعرفش نطير، او احنا مش زي القطة بنعرف نتقلب وننزل على رجلينا. فالسقوط من مكان عالي له نتيجة وحشة مؤكدة، هنتخبط، هنتعور، هنتكسر، هنموت. كمان الصوت العالي معناه برضو انه شيء فيه تهديد، فيه تهديد فعلي على سلامتنا الجسدية. ممكن يكون صوت انفجار، ممكن يكون صوت انهيار مبنى او جبل او حاجه جايه من فوق، او رعد وبرق وهيبقى فيه كهرباء، شحنات كهربائيه ممكن تاثر فينا. فهم دول نوعين الخوف اللي بنتولد بيهم. اي نوع تاني من انواع الخوف هو خوف مكتسب. معناه ايه؟ يعني ايه خوف مكتسب؟ يعني في ظروف معينه زرعت هذا الخوف في قلوبنا. الام اللي بتخاف قوي قوي على اولادها للاسف ممكن تطلع اولاد جبانه، اطفال جبانه، ما بيعرفوش يعتمدوا على نفسهم، خايفين. ففي كذا حاجه كتبتها على اساس ان هي ممكن تزود ثقتنا في نفسنا وتساعدنا ان احنا نبني ثقتنا بانفسنا. النقطة الأولانية هي الكفاءات والمهارات. زي الطفل الصغير، الطفل الصغير كل ما عضلاته تقوى وكل ما اتزانه يقوى يبتدي ياخد خطوات فيها ثقة أكتر، يبتدي يتحف، يبتدي يقعد، يبتدي يحاول انه يقوم، يبتدي انه هو ياخد خطوات، ياخد خطوة وهو مسنود، بعد كده ياخد خطوة وهو مش مسنود، بعد كده يجري، وبعد كده يتنطط، بعد كده يطلع فوق حاجة وينزل من الزحليقة وكل الكلام ده. ليه؟ لأن مهارته قاعد عمال بيبنيها. فكل ما مهارته تزيد كل ما يقدر ياخد خطوة أكتر. وإحنا كبشر مهما كان عمرنا ومهما كانت المرحلة اللي إحنا فيها، ففي مجموعة من المهارات اللي بنستخدمها. في المهارات الحركية والجسدية، إزاي بنستخدم جسمنا، ازاي بنستخدم اطرافنا، ايدينا، رجلينا. وفي المهارات الكلاميه،
ازاي بنتكلم، ازاي بنشرح، ازاي بنستخدم اللغة، في المهارات العقلية، بفكر ازاي، بستنبط ازاي، بربط الامور ببعضها ازاي. وكل مرحلة من اللي احنا فيها بتتطلب نوعية مختلفة من المهارات. عشان كده لما مثلا يعني في ام تقولي مثلا انا ام خايبة، اقول لها انت ام مش عارفة، في فرق، انت مش عارفة تعملي ده ازاي، لكن لو حاولتي مرة في مرة في مرة هتعمليه. او انت مش عارفة تتعاملي مع الامر ده ازاي، لكن لو حاولتي وجربتي مرة في مرة في مرة هتعرفي ازاي تتعاملي مع هذا الامر. في الدراسة، في الوظيفة، في البيت، في التعامل مع الناس، كل دي مجموعة من المهارات والكفاءات اللي كل ما نحاول ان احنا نعلم نفسنا اكتر كل ما هتزيد ثقتنا بانفسنا. دي النقطة الاولانية، ان احنا نعمل جرد للمهارات اللي احنا مفروض نكون بنعرفها في المرحلة اللي انا فيها وفي الوظيفة اللي انا فيها. حتى الست اللي قاعدة في البيت عندها وظيفة، حتى الطالب اللي في المدرسة عنده وظيفة. وظيفتك ايه؟ وظيفتي ان انا ام، وظيفتي ان انا زوجة، وظيفتي ان انا ابنة، وظيفتي. الوظيفة هنا يعني معناها دورك، دورك ايه في الحياة. انا طالب، انا دوري ان انا طالب، انا دوري ان انا ابن، انا دوري ان انا اخ، انا دوري ان انا جار. غير اللي هي الوظائف اللي احنا بنروح اللي بنقبض عليها فلوس. فكل واحد فينا يفكر انا دلوقتي دوري ايه، وايه مجموعة المهارات والكفاءات اللي لازم تكون عندي، وابتدي انمي فيها شوية شوية. وكل ما تزيد مهارتي كل ما هتزيد ثقتي في نفسي. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية بيسموها learned optimism او الايجابية المكتسبة او التفاؤل. مجموعة من صديقاتي القديمات اللي انهيت علاقتي بيهم كانوا دايما شايفين ان تفاؤلي، او زي ما واحدة مرة قالت لي انت اصلك حالمة، انت اصلك مش عايشة في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. هذا التفاؤل وهذه الايجابية من الحاجات اللي انا قريتها. انا كنت فاكرة ان انا مولودة كده، لكن اكتشفت ان هي برضو زي الخوف مكتسبة. لان انا يمكن كنت في عيلة دايما بتركز على الجانب الايجابي من الامور، دايما بتشوف النص الحلو او نص الكوباية المليان، دايما في هذه النظرة المتفائلة. شفتها في مامتي، شفتها في جدتي، شفتها في الناس المحيطة بيا. ما كانوش شكايين قوي، الا في بعض الناس طبعا، يعني كل عيلة فيها كل حاجة، في بعض الناس بس كانت يعني كانوا افراد معدودين. ولما تبقى الجلسة كده وتبتدي هذه السيدة تشتكي وتلت وتعجن وتزيد في الشكوى، تلاقي كل اللي حواليها بيردوا عليها بنظرة ايجابية ومتفائلة. وده اللي اكتشفته بعدين بقى في دراستي، ان هذه النظرة الايجابية والتفاؤل ده مهارة. ودايما اقول لكم مدام هذا الامر مهارة، ده من حسن حظنا، ده معناه ان احنا نقدر نتعلمها. طيب ازاي نعلم نفسنا الايجابية المكتسبة دي؟ ازاي نكتسب هذه الايجابية؟ ازاي ننمي التفاؤل ده عندنا؟ لان التفاؤل والنظرة الايجابية ده عمود من اعمدة الثقة بالنفس. الشخص اللي عنده ايجابية وتفاؤل واثق في نفسه. برضو من ضمن الريسيرشز اللي قريتها، ويمكن انا استهوتني فترة ان انا اقرا الابحاث اللي هي نيوروساينس، اللي هي فيها الصحة العصبية والعقلية، وكنت ربطاها بالقيادة، ان القائد اللي ما عندوش صحة نفسية وعصبية وعقلية بينهار. فمن ضمن المعلومات المفيدة جدا جدا اللي قالتها، ويمكن يعني انا عملت عنه فيديو من كذا سنة بس بالانجليزي، هو ان احنا
مخنا بيفكر الأفكار السلبية بسرعة تفوق سرعة مخنا في تفكيره في الأفكار الإيجابية. ندي مثال بس ده مش حقيقي، الأرقام اللي أنا هقولها دي أرقام كبيرة قوي. لو أنا هاخد 3 ثواني عشان أفكر في فكرة واحدة بس إيجابية، أنا هاخد ال3 ثواني دول عشان أفكر في 3 أفكار سلبية، لأن النسبة كده 1 إلى 3. طيب إزاي نستفيد من المعلومة دي؟ معلومة ظريفة وحلوة، أوكي جميل، إزاي بقى أطبقها عليا؟ إن أنا لما ألاقي نفسي بفكر في فكرة سلبية أو في حاجة محزنة أو في مشكلة أو في شكوى أو في حاجة زي كده، لازم أخد قرار واعي إن أنا أحول تفكيري لحاجة تانية وخرج نفسي من ده، لأن مخي بيفكر هذه الأفكار السلبية بسرعة أكتر. عشان كده يعني إيه، تشوفوا مثلا الأمهات اللي بتخاف قوي قوي على أولادها، تبص تلاقيها في ثواني عمل السيناريو كامل للولد ده ممكن ينضر إزاي ويحصل له حادثة ويتخبط ويودوه المستشفى ويحصل كذا ويحصل كذا وما نعرفش هو فين والكلام ده. فا ايه ده؟ ازاي في ثواني مخي رسم هذا السيناريو يعني المظلم اللي يعني بايظ خالص كده؟ لان ده كان وسيلة من وسائل الدفاع لما كنا بقى عايشين في الغابات وبنصارع الحيوانات المفترسة والكلام ده، وان انا كان لازم افكر في السيناريوهات الوحشة المحتملة عشان اقدر احمي نفسي. واحنا للأسف مع تقدمنا وتمدينا وما قدرناش نتخلص من هذه الطبيعة اللي هي جزء من الطبيعة بتاعتنا اللي ربنا خلقها فينا برضو تاني عشان تحمينا. لما افكر في السيناريو اوحش سيناريو ممكن يحصل اكون مستعدة له، لكن دلوقتي خلاص مفيش اذى جسدي هيحصل، وحوش هتهجم عليا، سيول هتغرقني، الكلام ده. فلازم اجبر نفسي ان انا افكر تفكير كويس. فلما اقفش نفسي بفكر هذا التفكير السلبي الوحش المظلم، لازم اخد قرار واقول طيب لو حصل كذا وكذا ده حاجة كويسة، هتصرف ازاي؟ هعمل ايه؟ خليني اتخيل كده لو كل حاجة مشيت زي ما انا عايزة وعلى هوايا، هيبقى الوضع شكله ايه؟ يعني قصاد كل فكرة سيئة بتيجي في دماغنا لازم نجبر نفسنا ان احنا نفكر 3 افكار ايجابية. ودي بتحصل مثلا لما سيدة تبقى زعلانة من جوزها او راجل متضايق من مراته، قصاد كل خصلة وحشة انت بتحطها فيها دور ودعبس واجبر نفسك انك تلاقي 3 خصال ايجابية في هذا الشخص. هتلاقي نظرتك له اختلفت وتعاملك معاه اختلف. فزي ما الخوف مكتسب، كل ما نزود مهاراتنا نقهر هذا الخوف ونزود ثقتنا في انفسنا، برضو التفاؤل وبرضو الإيجابية من الأمور المكتسبة اللي ممكن نتعلمها. وأول خطوة في ان احنا نتعلم هذا التفاؤل وهذه الإيجابية هو ان احنا ناخد قرار. النهاردة كل ما هلاقي فكرة سلبية، كل ما هلاقي حاجة وحشة تيجي في دماغي، هفكر في حاجات تانية كويسة تضيع الفكرة الوحشة دي. فدي تاني نقطة وهي الإيجابية المكتسبة. نيجي بقى للنقطة التالتة، وبرضو النقطة التالتة مرتبطة ببعض، هي الحاجات كلها مرتبطة ببعضها. وبرضو عن حاجة كلمتكم عنها قبل كده وهي عقلية النمو. زمان لان العلماء كانوا عارفين ان الخلايا العصبية لا تتجدد ولا تنمو
احنا بنتولد بعدد معين من الخلايا العصبية، ما بنقدرش نعمل خلايا عصبية جديدة ولا نصلح الخلايا العصبية اللي حصل فيها عطل او عطب او دامج او ضرر او حاجة زي كده. فافتكروا ان زي ما بنتولد زي ما بنفضل. وبرضو الابحاث بتاعتهم اثبتت ان ده مش صح. الصح هو ان احنا بننمو عقليا عن طريق الارتباطات اللي بين الخلايا العصبية، ودي بيسموها عقلية النمو مقابل العقلية الثابتة. انا كده وهفضل كده. الطبع يغلب التطبع. هو ليه الطبع يغلب التطبع؟ لان التطبع او ان انا اجبر نفسي على طبع جديد او على تغيير جديد ما حصلش لفترة كافية انه يغلب الطبع القديم. يقول لك الطبع غلاب. ما هو ليه؟ عشان ما اديناش نفسنا الفرصة ان احنا نتغلب على هذا الطبع بان احنا نريبليس ات، نستبدله بطبع تاني. فعقلية النمو دي هي بقى اللي نركز عليها. مادام انا اقدر انمو، يبقى كل ما هنمي مهاراتي كل ما هتنمو هذه الارتباطات اللي بين الخلايا العصبية، وبالتالي تزود مهاراتي اكتر فتزيد ثقتي بنفسي اكتر، كل ما فكرت بإيجابية اكتر، كل ما لقيت حلول للمشاكل اللي في حياتي اكتر. فاعرفوا ان احنا سبحان الله رغم ان خلايانا العصبية لا تتجدد مش زي خلايا جلدنا ولا خلايا، يعني بيقولك انت خلال 14 يوم ممكن تكون جددت اكتر من 70% من خلايا جسمك الا الخلايا العصبية، ومع ذلك في برضو الارتباطات اللي بتحصل ما بين مراكز المخ اللي بتزود مهارتي اللي بتزود ذكائي. تخيلوا مفيش انسان غبي وبيفضل طول حياته غبي، لا. كل ما هما بيقيسوا الذكاء عبارة عن ايه؟ بيقيسوه بحاجة اسمها الاي كيو تيست، الانتليجنس كوشنت. فالاختبار ده هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة بتختبر مهارات معينة. لما ادخلوا مرة وسي مثلا فمهاراتي اللغوية ضعيفة فجبت نمرة ضعيفة فزودت مهارتي اللغوية، لو دخلت خدت الامتحان تاني هجيب نمرة أحسن. فدول الثلاث نقاط اللي هبتدي بيهم وكلمتكم عنها. في حاجات هعملها على مدار اليوم وهكلمكم على باقي النقاط. عندنا 8 نقاط هنتكلم عنهم، يعني فاضل 5. هكلمكم عن الباقي بعد شوية. في موضوع ازاي نبني ثقتنا بانفسنا، واتكلمت على 3 نقاط اللي انا شايفة ان هم ممكن يساعدونا ان احنا نبني ثقتنا بانفسنا. النقطة الاولانية هي الكفاءات او المهارات. كل ما تزيد مهارتنا كل ما هتزيد ثقتنا بانفسنا. النقطة الثانية وهي الإيجابية المكتسبة، التفكير الإيجابي أو التفاؤل. ده من نعمة ربنا علينا إن هو
شيء مكتسب، يعني ممكن ننميه. وقلت لكم على النسبة السحرية ما بين الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية، وهو 1 إلى 3. يعني لكل فكرة سلبية بتخطر في بالنا لازم نحاربها ب3 أفكار إيجابية لازم احنا نفكر فيها، ونجبر نفسنا على ان احنا نفكر في الـ3 أفكار دول. النقطة الثالثة اتكلمت عن عقلية النمو، وقلت لكم ان برضو ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى، ان رغم ان خلايانا العصبية عددها ثابت، ولكن الارتباطات اللي بين هذه الخلايا العصبية ممكن نكونها بسهولة بان احنا نغير عقليتنا، بدل ما هي تبقى عقلية متحجرة لعقلية مرنة، ان احنا ممكن نتعلم، ممكن ننمو، ممكن نجرب تجارب جديدة، ممكن نتعلم حاجات جديدة. وكل ما بنتعلم كل ما هنزود هذه الارتباطات اللي بين الخلايا العصبية، وبالتالي هنزود ثقتنا في أنفسنا. نيجي بقى للنقطة الرابعة، وهي برضو موضوع اتكلمت فيه قبل كده، وهو المرونة النفسية. المرونة أو الرجوعية خاصية من خصائص المعادن، وببساطة ازاي نقدر نتخطى موقف صعب ونرجع لحالة مستقرة. فلو تخيلنا ان احنا عندنا قضيب من الحديد مثلا، وحطينا عليه قوة، فالقوة دي ابتدت تتني فيه. لما نشيل هذه القوة القضيب ده هيرجع ازاي لشكله الاولاني؟ وبرضو دي من الحاجات اللي ممكن ننميها في انفسنا، وهي ان احنا نعلم نفسنا ان لما نمر بموقف صعب نقول لنفسنا ده مش اول موقف صعب هيعدي علينا ولا اخر موقف صعب هيعدي علينا. المواقف الصعبة هتبقى متكررة، ودي سنة من سنن الحياة. وانا اتكلمت قبل كده بالتفصيل عن موضوع المرونة النفسية في فيديوهين هحطها لكم في الديسكريبشن بوكس، علشان نتعلم ازاي نخلق هذه المرونة النفسية. والمرونة النفسية دي بتخلينا او بتساعدنا على ان احنا نبني ثقتنا في انفسنا ونزود ثقتنا في انفسنا. وده يدخلني في نقطة تانية برضو بيسموها الصلابة العقلية والتعامل مع الضغوط. قد ايه بننهار تحت الضغط؟ كل ما نزود مهارتنا في التعامل مع ضغوط الحياة كل ما هتزيد ثقتنا بأنفسنا، وكل ما تزيد ثقتنا بأنفسنا هتزيد قوتنا وصلابتنا النفسية في التعامل مع المشكلات والضغوط. حاجة كده عاملة زي البيضة ولا الفرخ، البيضة الأول ولا الفرخة الأول؟ ما حدش يعرف، بس هما مع بعض. ما تقدرش تفكر في بيضة غير لما تفكر في كتكوت أو فرخة، ولا تفكر في فرخة إلا لما تفكر في بيضة، لأن ده مسبب لده وده مسبب لده. لأن في حاجة اسمها في العلاقات، يمكن دي تعلمناها في الإحصاء، وهي العلاقات اسمها إيه؟ الاضطرادية أو المضطردة، اللي هي كل ما يزيد ده يزيد ده. على سبيل المثال، كل ما نزود عدد السعرات الحرارية اللي بنتناولها كل ما بيزيد وزننا، كل ما بنقلل عدد السعرات اللي بنتناولها كل ما بيقل وزننا. نفس الحكاية، كل ما بنمرن نفسنا على ان احنا نتعامل مع الضغوط اللي ممكن نقابلها كل ما بتزيد ثقتنا بنفسنا، وكل ما تزيد ثقتنا بنفسنا كل ما بتزيد قدرتنا على التعامل مع الضغوط النفسية والعقبات اللي بتقابلنا في حياتنا. فنعمل ايه بقى؟ نرجع تاني لموضوع السيناريوهات ده. انا السيناريو بلاننج ده يمكن من الحاجات اللي انا اشتغلت فيها في التخطيط الاستراتيجي، اللي احنا كنا بنعمل تخطيط بالسيناريو، ان احنا نروح لاي موقف ونتخيل كافة السيناريوهات اللي ممكن تحصل، على الاقل 3 سيناريوهات. سيناريو أسوأ ما يكون، لو كل حاجة مشيت غلط، لو كل حاجة مخططين لها يمين راحت شمال. والموقف الثاني
او السيناريو التاني لو كل حاجة مشيت بالظبط كده زي ما هو متخطط له، والسيناريو التالت لو كل حاجة مشيت احسن ما احنا مخططين لها. لما نجهز نفسنا لهذه السيناريوهات المحتملة ما بنفاجئش، مش فجأة كده نلاقي الدنيا باظت واحنا مش مستعدين نفسيا. ويمكن دي حاجة بتقابل الشباب الصغيرين بيسموها صدمة المستقبل، انه بيطلع من الدراسة على الشغل فجأة بيصدم بوضع مختلف لم يعد نفسيا له. لكن لو هذا الشاب او هذه الشابة وهم لسه بيدرسوا، راحوا مثلا اشتغلوا، خدوا تدريب عملي، ما بيحصل لهمش صدمة المستقبل دي، لانه بيكونوا اوريدي شافوا الحاجات دي. فلما نقعد نعمل السيناريوهات دي بيننا وبين نفسنا، ولو حصل كذا هقول كذا، ولو حصل كذا هعمل كذا، بجهز نفسي واعد نفسي، فبنزود حاجتين، بنزود مرونتنا النفسية وبنزود صلابتنا العقلية في مواجهة الضغوط والعقبات. دايما دايما بكتب وبنسى ارقم. النقطة السادسة هي الالتزام والانضباط. ايه دخل الالتزام والانضباط بالثقة بالنفس؟ حياتنا ونجاحنا في حياتنا بيعتمد على عاداتنا اليومية، وعاداتنا اليومية بتعتمد كتير قوي 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 على مدى التزامنا وانضباطنا. الحاجات اللي بنعملها كل يوم كل يوم كل يوم، انا كل يوم لو باكل اكل تقيل لازم على اخر الشهر اكون زدت في الوزن، انا لو كل يوم بقعد قاعدة غلط على مدار كذا سنة هبص الاقي ظهري اوس، زي ما حصل لي مثلا من الدراسة واحنا صغيرين، تلاقي اغلب البنات المصريات والعربيات فيهم تقويسة كده. ليه؟ من القعدة الغلط. كان في قصة بيقولوها ان كان في اب باني لابنه بيتين وحاطت شجرة في النص، فابن منهم يعني كانت صفاته مش حلوة قوي، قرر ان هو ياخد ظل الشجرة ناحيته، فراح رابط الشجرة بحبل عشان يجيبها ناحيته. جذع الشجرة ده فضل يتني ويكبر ويتقل لغاية ما الشجرة وقعت على بيت هذا الأخ وكسرته ودمرته. فهو ده اللي بيحصل لنا لما بنعتاد عادة سيئة وبنكررها يوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم، لازم النتيجة على مدار شهر شهور سنة سنين تبقى نتيجة سيئة. ولكن لو استبدلنا العادة السيئة دي بعادة كويسة، والتزمنا وانضبطنا في ان احنا نمشي ورا العادة الكويسة دي يوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، النتيجة هتبقى كويسة. فلما نخلق هذه العادات الكويسة نقدر نتعلم مهارات جديدة، نقدر نبني المرونة اللي احنا نفسنا فيها، نقدر نعمل هذا النمو في نفسنا وفي شخصيتنا ونحسن حياتنا، فبالتالي تزيد ثقتنا في نفسنا. انا قادر ان انا اعمل هذا الشيء. ليه؟ عشان انا ببني عادة معينة كل يوم بعملها عشان اعمل الكلام ده، عشان اوصل للكلام ده، فتزيد ثقتنا في نفسنا. فدي النقطة السادسة. النقطة السابعة بقى هي التعامل والتواصل مع الاخرين. وهنا في نقطة مهمة جدا لازم اوضحها، الفرق ما بين ان الشخص يكون اجتماعي بيحب الكلام مع الناس وان هو يكون واثق في نفسه. مش شرط كل الناس اللي بتحب تتكلم واثقة في نفسها، ده مفهوم خاطئ.
ليه بقى؟ لأن التعامل مع الآخرين وإن أنا أكون شخصية اجتماعية حاجة بتعتمد على إزاي بستمد طاقتي النفسية. فالشخص اللي هو مش انبساطي كده وبيتكلم مع الناس، بيحب الكلام مع الناس، بيحب مقابلة الناس، الغرب ده مش معناه انه ما عندوش ثقة في نفسه. بالعكس، انا قابلت ناس كتير قوي 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 انتروفيرتس ما بيحبوش يتكلموا مع الناس، ومع ذلك عندهم كم رهيب من الثقة بالنفس. في ناس بتستمد طاقتها النفسية من انها تخرج، من انها تتمشى في الشارع، من انها تحضر تجمع، من انها تحضر حفلة، فبتحس ايه ده، ترجع كده يعني ايه نشاطها متجدد. في نوعية تانية من الناس عشان تجدد نشاطها تبقى عايزة هدوء، بس سيبيني كده ايه مع نفسي بصمت، صمت يا سادة، مع بالراحة، يقروا كتاب، يسمعوا حاجة مع نفسهم، يقعدوا لوحدهم، بعد كده يطلع بقى عنده طاقة نفسية انه يعمل ويؤدي حياته والكلام ده كله. في ناس بتستمتع بالكلام مع الآخرين او انها تعمل public speaking. انا من الناس دي، ممكن ندخل سوبر ماركت، جوزي يتمشى شوية، يروح يجيب حاجة، يرجع يلاقيني برغي مع اي حد من اللي موجودين. انا اكستروفرت، هو انتروفرت. هل انا اكثر ثقة في نفسي منه؟ لا، هو واثق في نفسه وعارف قدراته. لان الثقة في النفس معناها ايه؟ معناها ان انا مطمن لقدراتي، ان انا اقدر اتعامل مع هذا الموقف، او متأكد من قدرتي في التعامل مع هذه المشكلة. هي دي الثقة في النفس. مش معناها ان انا اقف اتكلم، ده مجرد مظهر واحد من مظاهر الثقة في النفس. والانتروفيرت ممكن كمان يطلعوا يتكلموا ويشرحوا ويقولوا، لانه عارف ان عنده المعلومات الكافية انه يتكلم عن موضوع معين فبيتكلم. لكن بعد بقى ما ينتهي من الكلام بيبقى حاسس انه دريند، ان طاقته كلها اتشفطت. فالتعامل والتواصل مع الآخرين ده مهارة برضو، زي ما الطفل الصغير بيبتدي يتعلم كلمات مختلفة، ويشاور على أشياء مختلفة حواليه، ويعبر عن نفسه وعن أفكاره. إحنا كمان زي الأطفال الصغيرين ممكن نتعلم ده، ونتعلم إزاي نتعامل ونتواصل مع الآخرين. بس ده لازم يعني لازم يكون قرار واعي مننا، ان انا هتكلم في الطريقة الفلانية، او انا لما هكون في وسط هذا الجمع ويبقى موضوع انا فاهمة وعارفة عنه، هقول لو سمحت وانا عندي نقطة عايزة اضيفها هنا كذا 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 كذا، واعمل شوية تحديات صغيرة لنفسي، ان انا لما اتحط في موقف ارد ازاي. وارجع تاني لموضوع السيناريوهات، نتخيل انفسنا في سيناريوهات مختلفة، في مواقف مختلفة. لما هدخل على المدير هقول له ايه؟ مش بعد انا هدخل اسمع انا كذا كذا كذا، لا، انا هرتب افكاري ازاي، انا هقول 1 2 3 4 ازاي، هستنى لما يخلص كلامه وبعدين ارد انا. طب هتكلم مع جوزي ازاي، اتكلم مع بابايا ومامتي ازاي، ونبتدي بالدايره القريبه الاول. كان في سيده محترمه جدا جدا ومتعلمه وواعيه وقارئه نهمه، ومع ذلك في اي تجمع عائلي دايما تلاقيها ساكته وكشه وكمشانه، وسايبه اختها قاعده عماله تتكلم واخده الحوار كله. فمره سالتها، يعني بقول لها، يعني كنا بنتكلم في موضوع وحسيت ان عندها خبرة اكبر بكتير جدا جدا من اختها، فراحت قالت لي لا، اصلا انا من زمان متعودة، يعني هي لما تتكلم انا اسكت. She conditioned herself، حطت نفسها في قالب معين، لما هذا الشخص يتكلم انا اسكت لاي سبب من الاسباب، مش هي دي مشكلتنا ولا قضيتنا. قلت لها لا، بالعكس، انت عندك خبرة في الموضوع ده اكتر منها بكتير، وعندك تجربة اثرى واعمق من تجربتها بكتير،
ليه ما تكلمتيش عشان تفيدي الآخرين؟ فلما كلمتها على موضوع انها تفيد الآخرين دي، قالت لي اه انا ما فكرتش في الموضوع ده، ما فكرتش ان اللي عندي ممكن يفيد حد تاني. قلت لها بالعكس، في بنات كتير كانوا قاعدين في القعدة دي ومحتاجين انه يسمعوا من سيدة مرت بالتجربة دي. فتاني مرة بقى لاحظت انها لما عرفت ان هي عندها شيء ممكن تقدمه ابتدت تتكلم. في الاول على استحياء تقدم رجل وتأخر رجل، لما اتكلمت شوية ولقيت اهتمام الآخرين انهم يسمعوا منها استرسلت وكملت كلام. فمهم جدا ان احنا نشوف لما الآخرين اللي حواليا دول في محيط عيلتي، في محيط عملي، في محيط جيراني، في محيط نادي بروحه مثلا، في اي مجتمع انا بروحه، بتعامل ازاي مع الاخرين، بتعامل ازاي مع الاخرين، بتواصل ازاي معاهم، بعبر ازاي عن افكاري. وكل ما نميت هذه المهارات جوايا كل ما زادت ثقتي في نفسي. كان في مهندسة رغم تقاربنا في السن ولكن يمكن كانت بتعتبرني المنتور بتاعها، كانت بتعتبرني المرشدة الكوتش بتاعتها. فجات وبتقول لي انا، هي كانت مهندسة شاطرة وكل حاجة بس بتخاف. فديتها واجب، قلت لها كل يوم لازم تنقي 3 أشخاص من المكتب بتاعك ما تعاملتيش معاهم قبل كده او ما اتكلمتيش معاهم خلال الاسبوع ده، وتتكلمي معاهم لمدة 5 دقايق على الاقل. في الاول ايه؟ طب يعني شخص ماليش شغل معاه اروح اكلمه في ايه؟ قلت لها دوري، فكري في حوار، فكري في شيء مشترك بينك وبين هذا الشخص، موضوع مشترك بينك وبين هذا الشخص، وروحي اتكلمي معاه. طب اتكلم فيه في المطبخ وانتوا بتعملوا القهوه، وانتوا قاعدين في ميتنج روم قبل الميتنج او بعد الميتنج، المهم كل يوم لازم تتكلمي مع 3 أشخاص وتكتبي في الورقه النهارده اتكلمت مع فلان الفلاني وتناولنا الموضوعات كذا وكذا وكذا وكذا. فضلت خايفه وازق فيها ازق فيها لغايه ما عملتها اول مره، وراحت لموظفه تانية في قسم تاني وفي اداره تانية وشبه ما فيش حاجه بينهم مشتركه وعملت هذا الحوار معاها. ورجعت، ايه ده، انا بعرف اتكلم مع الناس، انا بعرف اقول، انا بعرف ابتدي حوار. وهكذا على مدار شهر هي اللي بنفسها جت وقالت لي على فكره انا وضعي اختلف تماما في المكتب، ما بقيتش اخاف من حد، ومش بس كده، ده انا بقيت لما ببقى قاعده في ميتنج روم بتكلم وبعبر، وبصيت لقيت ان الناس ايه ده بتسمع لي، لانها زقت نفسها ان هي تتكلم وتتعامل وتتواصل مع الاخرين. وده بقى يدخلني لاخر نقطه، وهو مواجهة التحديات بشجاعة. زي صديقتي المهندسة دي ما أجبرت نفسها، وكان صعب جدا جدا وترددت، يعني عشان يعني قعدت أزق فيها شهور عشان تاخد الخطوة الأولانية، ولما قابلت هذا التحدي واستجمعت شجاعتها كلها حطيتها في أول موقف وزقت نفسها زادت ثقتها في نفسها شوية. فكل يوم نفكر في تحديات صغيرة نعملها لنفسنا، ممكن تكون تحديات خاصة بالكفاءات والمهارات، ده تحدي، والله أنا مهارتي مهارة معينة في إدارة البيت، النهاردة هعمل لنفسي تحدي في هذه المهارة وزودها شوية.
او في الايجابية. هحط لنفسي تحدي ان النهاردة مش هشتكي ولا شكوى. تحدي ويستلزم شجاعة كم هائل من الشجاعة والمرونة والصلابة عشان اعمل الكلام ده. ان انا مثلا اتكلم مع شخص ما بتكلمش معاه عادة، ده تحدي. فكل يوم لما احط لنفسي التحديات الصغيرة دي، عشان كده مثلا يقول لك ايه، الانترنت مليان على فكرة بتشالنجز كتير قوي قوي قوي. يقول لك مثلا يعملوا سكواتس، التمرين اللي هي بننزل ونطلع فيه، او بوش ابس او سيت ابس، تمرين من التمارين معين. يقول لك ال 10 minutes challenge. فبنعمل لنفسنا هذه التحديات الصغيرة يوم ورا يوم يوم ورا يوم، بنبني عادة كويسة، بنزود مهاراتنا، بنزود مرونتنا وصلابتنا في مواجهة التحديات، بنزود الارتباطات اللي بين خلايانا العصبية، فنفكر أحسن ونتصرف أحسن، وبالتالي بتزيد ثقتنا في نفسنا. دول الثمان نقاط اللي أنا فكرت فيهم النهاردة ردا على بعض الاستفسارات او بعض التعليقات على الفيديوهات بتاعتي. انا ثقتي في نفسي منعدمة، انا مش عارفة اعمل ايه، انا ما عنديش الشجاعة ان انا اواجه حماتي، انا مش عارفة اتعامل مع سلفتي، انا مش عارفة اتعامل مع المدير بتاعي، انا والدي اجبرني على حاجات وما عنديش الثقة في النفس ان انا اعملها. كلها مواقف كان فيها موضوع الثقة بالنفس ده. والثقة بالنفس زي ما قلت لكم، نختصر بقى الكلام ده كله، مش حاجة بنتولد بيها، دي حاجة بنبنيها في أنفسنا شوية شوية. الثقة في النفس معناها مش ان انا بعرف اتكلم او امشي او ازعق او الكلام ده. الثقة في النفس ان انا متأكد ان عندي القدرة والاستطاعة اني اتعامل مع الموقف ده، اني اتعامل مع هذا الامر. والنهاردة كلمتكم عن 8 نقاط. الأولانية هي كفاءتنا ومهاراتنا، كل ما نزودها ونعليها كل ما تزيد ثقتنا في أنفسنا. النقطة الثانية هي الإيجابية المكتسبة. التفاؤل والنظرة الإيجابية حاجة بنكتسبها برضو، مش حاجة بنتولد بيها. فلما أجبر نفسي أن أنا أبص للأمور نظرة مختلفة هزود ثقتي في نفسي. ثالث حاجة عقلية النمو، وهي ان احنا بننمو كل يوم. انا مش عشان انا ما بعرفش احسب كويس يبقى انا خيبان طول عمري وهفضل خيبان في الحساب، لا، ده انا كل ما حل مسائل اكتر، كل ما درب مخي اكتر، كل ما ابني ارتباطات بين خلاياي العصبية اكتر، كل ما مخي ينمو وتزيد مهارتي، وبالتالي تزيد ثقتي في نفسي. اتكلمنا على المرونة العصبية النفسية، لما تقابلني مشكلة وحلها ما انكسرش، ارجع بقى تاني اشم نفسي وارجع لحالتي الطبيعية الاولانية. وتكلمنا عن الصلابة العقلية اللي بتخليني قادر على التعامل مع الضغوط والمشاكل اللي بواجهها. وقلت لكم على موضوع السيناريوهات، اني افكر في سيناريوهات مختلفة وفي كل سيناريو هتصرف ازاي وهعمل ازاي. اتكلمنا عن الالتزام والانضباط وبناء عادات، والعادات دي هي اللي بتحسن حياتي وهي اللي بتزود قدراتي، فبالتالي ابني ثقتي في نفسي. اتكلمنا عن التعامل والتواصل مع الاخرين، ازاي اتعامل مع الاخرين، ازاي احط نفسي في مواقف معينة عشان اعلم نفسي اتكلم هنا ازاي، اتعامل مع هذا الشخص ازاي. واخر حاجة بقى هي التحدي والشجاعة، مواجهة التحديات بشجاعة، ان انا احط لنفسي تحديات صغننة صغننة صغننة، زي الطفل الصغير اللي بياخد خطوة وبعدين خطوة وبعدين بيجري وبعدين بيتنطط وبعدين بيلعب رياضة، وبعدين كل دي تحديات صغيرة. كل ما انا احط لنفسي تحديات صغيرة، النهاردة انا هعمل كذا كذا كذا، انا هتحدى نفسي وهعمل كذا كذا كذا،
كل برضو ما أبني ثقتي في نفسي. أرجو أن النقاط دي تكون كويسة. هحط لكم فيديوهات تانية أنا عملتها، لأن موضوع الثقة في النفس كان من الموضوعات اللي أنا مهتمة بيها جدا. هحط لكم الفيديوهات دي في تحت الفيديو بحيث أن أنتوا تتفرجوا عليها وتلموا أكبر قدر من المعلومات عن الموضوع ده، وتبتدوا تحطوا خطة عملية إزاي تبنوا ثقتكم في أنفسكم. يمكن أشوفكم بعد شوية.